لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كنت تتبع قناة شوف تيفي تنجو معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام معلمة مسجد الحسن الثاني. تفشوا معنا تابعتوا معنا أذان صلاة الفجر على المباشر على قناة شوف تيفي. إذا تتبع قناة شوف تيفي جمعة مباركة، ونتمناو من الله في هذا الصلاة في هذا الوقت ديال أذان الفجر أن الله يرزقنا بالمغفرة والثواب ويبلغنا رمضان إن شاء الله، نكونوا في صحة جيدة، ونتمناو من الله أنه ينعم علينا بالشتاء ديالو وبالغيث ديالو إن شاء الله في القريب العاجل. إذا مستبع قناة شوف تيفي تشوف معنا هذه الأجواء الهادئة والساحرة في جنبات ومحيط مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، وتابعتوا معنا الأذان مباشرة على قناتكم قناة الشعب شوف تيفي. إذا تتبع قناة شوف تيفي جمعة مباركة، وكيف قلت لكم نتمنى من الله في هذا الأذان ديال صلاة الفجر أنه يرزقنا بالمغفرة والتواب إن شاء الله، ويرحمنا بالشتاء ديالو إن شاء الله في القريب العاجل، ويتقبل من الجميع الدعوات ديالهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا متتبع قناة شوف تيفي، إلى هنا استودعكم الله، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.